قصدي النبي إبراهيم عليه السلام دقيسو والنبي إبراهيم وخليلك إلهي جل وعلا ولب دعوة امتحان بوصو مري مركو ويديست إلهي جل وعلا إن لو زياديو إيمان كيسا إن معرفة ربك أي أكرا مركو ويديست وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ما حكو حكت قال فخذ أربعة من الطير شروط بالله هرد قيسك أفر شمبر الله كالي بالله قيل هداد دون إسا إيمانك نكو زياد معرفة ربك إني كو كرد هداد دون إسد أفر شمبر صوقبه مستعدون ديار موت إنده يا هل قلنا سؤالوات فهمتين سوما فخذ أربعة من الطير أفر شمبر صوقبه لقيلي علم اليقين ولا يهي لكن حر ربع عين اليقين واركو علم اليقين ولا يهي أولم تؤمن بالغوير ما درمين وحد انتي سانو صنو لين ميان درمين سنين إن إن صو صاري كرنو إن أبوري كرنو مركلة إن نولين كرنو قال بلا مي والرمين سنة هاي بوري تار ربي جيو ولكن ليطمئن قلبي وحر ربع إن قلب جي إيمانك يا معرفة ذاته أي سيب يدكتو من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى أن أركان ربابا شيء الله سمين إلى أن أركان ربابا وهذا أفر شمر الله كالي بلغو يري وأشرد